هذا ظن خاطئ خطير في حق الله في أمر العلم، صفة العلم لله جل وعلا. ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. هل نفوا صفة العلم من أصلها؟ هل نفوا صفة العلم من أصلها؟ نفوا علم الله بالتفاصيل، مثل ما قال ابن القيم هنا، قال وقد قال في حق من شك في تعلق سمعه ببعض الجزئيات وهو السر تعلق سمعي أو علمه كما في الآية، ببعض الجزئيات تعلق علمه أي بعض الجزئيات وهو السر. فقالوا يعلم الأمور الظاهرة ولا يعلم الخفية والعياذ بالله. فماذا ترتب على هذا الظن الفاسد؟ قال وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين، فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. وهذه الآية نستفيد منها فائدة، أن الخطأ في أسماء الله وصفاته جد خطير، خطير جدا، ليس أمرا سهلا. هؤلاء يعني لم ينكروا صفة العلم من أصلها، وإنما ظنوا أن علم الله لا يتناول بعض الجزئيات، فأرداهم هذا الظن، أهلكهم، وكان موجبا لسخط الله وعقوبته سبحانه وتعالى. فالخطأ في الأسماء والصفات أمر ليس بالهين. قال فهؤلاء لما ظنوا أن الله سبحانه لا يعلم كثيرا مما يعملون كان هذا إساءة لظنهم بربهم، فأرداهم ذلك الظن. وهذا شأن كل جاحد، لكل من جحد صفات الله وصفات كماله ونعوت جلاله سبحانه وتعالى. نعم.